الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ولا ريال وحين كسر لحجرني قصدي نبي الله إبراهيم عليه السلام قبل ذيذي أما قنانت كيدي فلقيني هراء وحين كسر برني نبي الله إبراهيم عليه السلام إيه جاري يدي سي هاجر يا ولدك سي إسماعيل إني أبحين دولك مكة أيوة كدقاقة يا مركة أرض الشام حران إبراهيم عليه السلام هاجر يا ولدك سي إسماعيل إنه أغدت غي مكة تقيدة أما واديقيدة إبراهيم عليه السلام هل كامرك وصو دقاقي الله سبحانه وتعالى إنه بريي مركك قرصومين مركانا وكسو دقاقي نبي الله إبراهيم عليه السلام وإنه صبر أن أم إسماعيل هاجر يويل كذي إسماعيل وحي أي لكل مين يا قبيلة ذي مركا لسو درسي مركي بيها إلهي سبحانه وتعالى سيي قبيلة ذي جرهم قبيلة ذا أو العرب الباقية أحضان يجرهم حي أهين عربتي باقية أهي أي كمتك أها العرب العاربة نبي الله إسماعيل عليه السلام إنو قبيلة ذا كقول سدي وإنو صبرني قصة ذا أفافاسا فدقينا مانتا وحن كبرانينا قصدي نبي الله اللوط عليه السلام وحن هرؤسا براني نبي الله إبراهيم عليه السلام إيا اللوط إيا السارة مركي أي كسوتاقين بابل إني مادين شام هروحين أتل ماماني إن اللوط مركا لو ديريي دولكا أردون قرية اللي يرهدو سدون نبي الله إبراهيم عليه السلام انتو سنقبحين مكة وحو ديري نبي الله لوط عليه السلام دولكا أردون أيو أدري قرية اللي يرهد السدون نبي الله لوط عليه السلام هل كاوحو كلاكل مي قوم قالا مدح أدك لي ماذا فالحمو كوي كهري يأسن لا إيمان فالحمو ذا سواء إني أقل موضان رقة دومر كأيسن أقل مون شهوذو ذا أي تحاي رقة قوم كا فاحشة ذا يفالحمو ذا لا إيمان يوغار ذا نبي الله لوط عليه السلام وحقوية ريا دينك إلهي جل جلاله سندو آدو دير وحو كريبا يا فاحشادا يا قرونكا يا لواتكا رقا اللوغا المونيو أياغانا واكا مدحادي ايان أرنكا سغو سداء نبي الله إبراهيم عليه السلام وحو كسو اللابتاي دولكا مكة وحو أسو اللابتاي دولكا الشام هل كالير هذا حران ويوكسو نايد حاسكي سي سارة نبي الله إبراهيم عليه السلام يا سارة أيوه هل كاكسوغان مددرنا أيوه ذا جوغان سارة نوح أبدا إيسان دارين وحاسو مري ملائك وصعتا قوم لوط ملائكتا وحيقوي مادين نبي الله إبراهيم عليه السلام سورة بشر نبي الله إبراهيم مركو أركي ملائكتها مركانا وسن كمري سنين إنيهين ملائك وهي وحي ويما دين موقال بشر
أما تد أو كلا أي وي مادين نبي الله إبراهيم عليه السلام وحو عان كواها مرتدو لوناجيو مرتدو لسودوي وحونا دقنجري نبي الله إبراهيم عليه السلام لوضا لوضا يو دقنجري مركي وي مادين ملايتي وصورة آدمي أما بشر وي مادين ويرالق القرحون وسودوي نبي الله إبراهيم عليه السلام مركو سودوي فديسي لوديسي أيو دحقري ويل آد أبورا ونا ونكسا حولها ودقان أيو أيو صوقفتي مركيب وأقورعي هيلبك أيو صوشيلي وأوكيني قصة ذا أيضا رب سبحانه وتعالى قرآن كيسا كريم كا أيو نوغو عدي سورة هود آيات كيذا وأنه وعد ربي جل جلاله وحكر أنه وعد صور كره الله سبحانه وتعالى وحاول في سورة هود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال السلام فما لبث أن جاء بعجر حنيب الله سبحانه وتعالى وحورا وحاربا إني أتمد رسلشيني إبراهيم أيغو مركا بشارين أيا وحي لهذين سلاما معناها نبتقريو دوش هذا النقط مركي سلامين الله سبحانه وتعالى وحو أوران قال السلام نبي الله إبراهيم وحو يري نبتقريو دوشين النقط فما لبث أن جاء بعجر حنيب موسن نغان نبي الله إبراهيم مركي مرتدو إيمادين إنو ليميد ويل هرب كيسا ودبني هايو الشيني هم مشوئة فما لبث أن جاء بعجل حنيب هرب كيسا أصول لي مرتدي سيوعنان وهرب سيواناكسن لو سوكريي نبي الله إبراهيم عليه السلام مركو هرب كيسا أصول لي وحمودة يا بشر وملائك معنيان مركو أركي إنيسن عنين نبي الله إبراهيم عليه السلام عبسي أيوب درهمي الله سبحانه وتعالى وحيري فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تقف إنا أرسلنا إلى قوم لوط الله سبحانه وتعالى وحورا مركو أرك نبي الله إبراهيم قعمه ذا مرتدي أيضا أن انقارين هيربك الله صديقي وأكو إنكره وابقي وأوجس منهم خيفة وحقدر يمحقه ذا عبسي وايو مرتيح دي ايكوتي مادو او اد مرتي صورتو او اد واناجيسو وحي ادكو مرتي صورتين كاقا ذا وايان اما كاعن وايان وادكا باقا نيسا نبي الله إبراهيم عليه السلام إلهي وحا أكيري وأوجس منهم خيفة عبسي أيو قدر يمي وإله الله وينسكو عبديين إني يهين ملائكة الرحمن الله سبحانه وتعالى وحورن قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وحيكو يرادين ملائكتي نبي الله إبراهيم عليه السلام إبراهيم وهبقن أنك وحن رسول دري قوم كيلو قال هذا لتما تفاحشة قال هذا أقل موترقة قال هذا وحن هر لو قرنين ليمد بيني نبي الله لوط عليه السلام دعوة ويري ديدي أيانا لو صدر السيان وهلقنا وباب بإنه قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط مركا نبي الله إبراهيم عليه السلام إيه ملائكته أي وضحض ليان حاسكي سيوا أي كاك دوذا هي معناها علماء المفسرين توحي لهذا الباب كأكتيس أي كسو نيدو منتظة أي أسو لديه بيسي نبي الله إبراهيم عليه السلام مرتضى لو قطر قري مركا وأي مغليس وحين هريو قيد لباتتا دحما ريسا نبي الله لوط عليه السلام يقوم كي لوط دري يسيد أمد حديقة يعني قول هذا قال هذا فالح ماذا إلا إيمانا يعني الله سبحانه وتعالى مركا وحا ويري وامرأته قائمة حاسكي سنة حالتها مركا متاقا فضحكت وايقص الشيء علماء المفسرين تها فضحكت معاني بدن أيكو فسران قالوا حيرا ذا وحي كفر حذي هلاق كل عيا نبي الله لوط عليه السلام قوم كبيني فضحكت
marka waa ay ku farxday in kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igta u soo diray. Qaar ka mid ahan waxay yidhaahdeen fadaxika daxika, macnaha waxaa ka mid ah macaanideeda in lagu fasiro dhiigga xaydka. Marka dhiiggii xaydka ayaa ku dhacay oo horey uma dhiigi jirin, waayo waxay ahayd haweeney caqiim ah ama madhalays ah ay yidhaahdeen. Marka الله سبحانه وتعالى وحاو كيري ومرأته قائمة حاسكي سحارته متاغن وصارة فضحكت وأي قص الشيء أما وأي فرح ضي وحي كفر حيسا هلاقة كل عيا قوملو. الله سبحانه وتعالى وحيري فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وحن أب شهريني قبل لي هذا صار أي حاسك إبراهيم ويل اللي يرهدو إسحاق. إسحاق داشي سنة إنو أحانه يعقوب وبشارة أدوين هوين يدي مندادة دير عن دارين للمدى كقوصتي. الله سبحانه وتعالى وحو بشارة إنا يا إيدا وقتها كسوغن يا عمرقا إنا داري دون توي اللي يرهد إسحاق. إسحاق وليب أكب عيو كوريو مركان إسحاق ودريو ويل اللي يرهدو يعقوب. نبي الله إبراهيم عليه السلام وحوي أبو الأنبياء بشا ترميسا وأنبيو إلهي سبحانه وتعالى يا نعمة السيئة. الله سبحانه وتعالى آيتك الوحى وكيري فأقبلت امرأته وإسوقا بشيء نبي الله إبراهيم حاسكيسي معناها سارة في سرة أيضو مركا كرء غير نسو رواقيسا في سرة فسكت وجهها وجه إذا أيد أرباح ذي وقالت عجوز عقيم وحي تري عجوسوا يلأه هدنا عقيمهم دليس أه ميا دليسا. الله سبحانه وتعالى شيء والبواء ذا أيضا مركا وائي قوستيو وحي كقوستي للمض. الله سبحانه وتعالى سورة هود وحويري قال ضيا ويلتا وحي تري عكوية يعني أألد وأنا عجوز من دليا أني وأهو ييل وهذا بعلي شيخا كنوا زوجك يو ييل أه وذيك إبراهيم وهو ييل أني قال وحنا هي عجوزه ميان دا آدان كل ريا. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيقا إن هذا لشيء عجيب أرن كان وأرن لياب له أي ترسارة ويعني ودا آدان وضيقن ويل ويهي خلقب ويهي إن أنضله. الله سبحانه وتعالى وحن نغور رمي ملائكتي إني أجوابتي سارة أو حاسكي نبي الله إبراهيم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى وحورا قالوا أتعجبين من أمر الله وحي كويل هذه الملائكتي سارة موحد لي أبي سهويني هي أمرك الله رحمة الله وبركاته عليكم نحريست الله يبركوينك إلهي أيها دشينا هذا أهل البيت أهل البيت كينانو إنه حميد مجيد. الله سبحانه وتعالى وحوي على الله مهديو لشرفه نبي الله إبراهيم مركه رواه كبغضي مرتدا عنتدي مرتصورك عنويسي مركي عبسدي كتكتي وغادينا ولجيتك اوي مادين ملائكت. الله سبحانه وتعالى ونغور من نبي الله إبراهيم حال كيسا. الله جل جلاله وحيري فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. مركي اي كتكتي نبي الله إبراهيم عليه السلام حقيسا عبسدا اي ارققحي ونتمد بشارتي وحونا قلدو ذيا قوم كاللوط معناها ما دام قوم كالهليقيو نبي الله لوطنا كل حسوغن يحي. الله سبحانه وتعالى وحكو الرمين وملائكتك لهذا نبي الله إبراهيم قوم لوط يجادلنا في قوم لوط إلهي وحير إن إبراهيم لحليم أواه منيب نبي الله إبراهيم وحوي مد القاد بدن أواه أهو منيب أهو صنقت بدن. الله سبحانه وتعالى وحنو قوى الرمي ملائكة جوابتي أيسيين نبي الله إبراهيم رب جل وعلا وحيري وحي كير هذين يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. إبراهيم كجيت سألين كان سكجي صفرها قاد إنه قد جاء أمر ربك وحا أيمد أرنك ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وحا أيمانيا عذاب أن لعيني. مرك ملائكتي نبي الله إبراهيم مرك أب شهريين ويل كان يراد إسحاق إسحاق إنه كبع يوشيين وضل يويل يراده يعقوب بشهر ذا كذب
una cadeeyeen halkay wajahayaan waa ay ka sii dhaqaaqeen waxay u baxeen malaa'ikatu raxmaan halkaa iyo qaryadii la odhanayay suduum ay ku noolaayeen qowmu luut halkaa ay u gudbayaan xalqadeena dambe ayaynu ku cadayn wallahu subxaanahu watacaala aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila ant astakfiruka waatuubu ilayk